صباح الخير رجلي العزيز. صباح الخير. شفت العشرة هذه ومازال ما كتسمعيش لالا مولاتي؟ وقيل دوخك الصيام لالا مولاتي في رمضان راه من 11 الوحدة. ياك ايوا وجد راسك الشيوات والوصفات والنصائح الرمضانية. ايوا سعداتي بلالا مولاتي. لالا مولاتي مع سناء الكناني. رمضان ما يحلى الا على ميد راديو. وصباح الخير على كل المستمعات لالا مولاتي المغربيات الحدقات اللي مرافقيننا دائما ويوميا في برنامج المرأة بامتياز. لالا مولاتي عواشر مباركة وصيام مقبول بمزيد من الأجر إن شاء الله الجميع أوفياء. أنا على ميد راديو فقرات متنوعة في انتظاركم. خليكم أوفياء لالا مولاتي ما تمشيو فين. تقدم لكم هذه الفقرة من طرف سانسيلك. لمسات الخبراء الشعر أجمل مع سانسيلك. ورجعنا لكم مستمعينا انتم في الاستماع لبرنامج لالا مولاتي على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. غادي نمشيو مباشره لفقره التجميل. غادي نتكلموا خلال هذا الاسبوع على طرق العنايه، يعني بعض النصائح البسيطه جدا كيفاش نعتنيو بالشعر ديالنا خلال رمضان، يعني خلال الصيام. فخلال رمضان بالرغم من الصيام وعدم الاكل فضروري على انه بعد الفطور نهتموا بعنايه الشعر ديالنا والبشره ديالنا. اكيد كتبدا بالتغذيه السليمه، يعني داكشي اللي كناكلو في الطبق ديالنا مهم بزاف، من خضر فواكه نركزوا عليها اكثر لانه كتغذي الشعر ديالنا والبشره ديالنا من الداخل كاستعمالات داخليه في الوقيته ديال الفطور وديال السحور. واكيد مع العنايه المستمره لانه كنعرفوا على انه ما تنشربوش الماء على طول اليوم مع الصيام، وضروري على انه نعودوا هذيك السوائل البشره والشعر لانه الماء فهو كينعش وكيحيي الخصلات ديال الشعر وكيساعدها على انه تنمو بطريقه صحيه، ما يكونش تقصف، ما يكونش تساقط الشعر، او لا ما يكونش واحد الشعر اللي هو باهت او لا محميش. فضروري على انه في الوقيته ديال الفطور والوقيته ديال السحور، يعني من الفطور حتى للسحور نحاولوا على اننا نعوضوا هذاك الماء اللي ما شربناش خلال اليوم. واكيد مع التغذيه الصحيه السليمه نركزوا على الخضر والفواكه، على الاقل طبق ديال الخضره يكون مخلط في الوقيته ديال الفطور او لا ممكن في السحور، ونركزوا كذلك على جوج حتى ثلاثه الفواكه تكون متشكله. وضروري كيف قلنا على انه نشربوا الماء الكافي لانه شرب الماء على طول يعني العشيه من الفطور حتى السحور يعني في هذيك المده كامله فضروري نشربوا 8 الكيسان تقريبا ديال الماء، ما يعادل واحد اترونس ديال الماء حتى لجوج اترو، ما يكونش فيها العصائر وانما 8 الكيسان ديال الماء هي الاولى، يعني غادي نشربوها مفرقه اكيد. وعاد يعني ما نحسبوش هذوك الكيسان ديال العصائر حتى ولو كانت طبيعيه لانه الماء بوحده ما كيتعوضش، فضروري على اننا نرجعوا نشربوا الماء يعني بواحد الطريقه اللي هي مستمره من الفطور حتى السحور باش كنعوضوا هذيك السوائل وكنعاودوا نحيوا الشعر ديالنا والبشره ديالنا باش كتغذى من هذاك الماء، باش ما كنفقدوش هذيك الماده الطبيعيه اللي هو البروتين الطبيعي، ديك الماده الكيراتين الطبيعيه في الشعر ديالنا. تابعي فقره جميل وربحي كل يوم خميس جوائز للعنايه بجمالك مع السلك. لمسات الخبراء الشعر اجمل مع سانسيلك.
إذن دائما في أهم النصائح البسيطة جدا كيفاش نعتني بالشعر ديالنا خلال شهر رمضان الكريم. فتاني حاجة هو أننا نحاول نعمله واحد المساج خفيف للشعر ديالنا من بعد الفطور أكيد، يعني من بعد الفطور ومن بعد التراويح ناخده من الوقت ديالنا واحد 5 حتى 7 ديال الدقائق غادي تكون عندنا بشكل يومي باش نحدو من هذاك التوترات وديك التقلقة اللي كتكون عندنا على طول اليوم مع ذاك الإجهاد كذلك مع كثرة الأشغال خلال شهر رمضان. فنحاولوا لأنه من بعد التراويح نرتاح واحد 5 ديال الدقائق حتى 7 ديال الدقائق وحنا مستلقين على الظهر ديالنا، ونحاولوا نديروا واحد المساج خفيف اللي كدير يعني الحجاب أو لا كدير الشحب على الشعر ديالها، تحاول على أنه ملي تسالي من الأشغال ديال الدار تحاول أنه تزول هذاك الزيف وتخلي الشعر ديالها يتنفس، وتحاول تحيد حتى الباندا بلاستيك ديال الشعر وتخلي الشعر يتنفس بطريقة اللي هي عادية، وهي كدير واحد المساج خفيف لكل أطراف ديال الشعر، يعني من المقدمة ديال الشعر من منبت ديال الشعر حتى الجهة ديال العنق يعني في الآخر ديال الشعر، ندير واحد المساج خفيف وحنا مستلقين على الظهر ديالنا. وإلا كان عندنا وقت أطول نحاولوا أننا ناخدوا واحد شوية ديال أي زيت من الزيوت، سواء زيت الخزامة أو زيت الزنجلان يعني أو لا أي نوع من الزيوت زيت أرقام، ونحاولوا نديروه في الأطراف الأصابع ديالنا وندير واحد المساج خفيف على الأقل مرة في الأسبوع أو لجوج المرات في الأسبوع، نديروا مساج وتدليك غير يعني مع الزيوت بواحد من الزيوت نديروه مساج على الشعر ديالنا بالأطراف الأصابع 5 حتى 7 ديال الدقائق، وحنا كنديروا حركات دائرية من تحت من الجهة ديال العنق وحنا طالعين، وكذلك نرجعوا كذلك من المنبت ديال الشعر من المقدمة ديال الشعر وحنا نازلين. فالتدليك مهم بزاف، قلنا جوج المرات في الأسبوع يكون بزيت من الزيوت الطبيعية باش نغذيو الشعر ديالنا ونخليو هذاك الزيت التجميلي يتغلغل داخل المسامات ديال الشعر وكيشرب هذاك الزيوت وبالتالي كيستافد منها وكيغذي الشعر ديالنا. وفي نفس الوقت ممكن على أنه خلال الأسبوع بشكل يومي نديرو واحد المساج خفيف تدليك خفيف بحركات دائرية بلا زيت بلا والو، غادي نديرو غير أطراف الأصابع ديالنا ونديرو واحد المساج خفيف وحنا مستلقين على الظهر ديالنا. فمهم بزاف لأنه هذاك التدليك بشكل يومي بهذه الطريقة فكيف قلنا من جهة كيحد من التوتر ومن الإجهاد ديال خلال اليوم، وفي نفس الوقت فهو كينشط الدورة الدموية، فشي مهم بزاف للعناية يعني بكل أنواع الشعر. نتفادوا كذلك أننا نخرجوا في الوقيتة ديال اللي كتكون فيها الشمس حارقة، أشعة الشمس حارقة، ودابا حنا مع الصيف نحاولوا على أنه نتفادوا أننا نخرجوا في الوقيتة اللي كتكون فيها الشمس اللي هي حارة بزاف، لأنه ماشي يعني كان غادي يجينا العطش أو غادي من غير هاد الأمور وهاد النصائح فأكيد على أنه كنضروا حتى بالبشرة ديالنا وحتى بالشعر ديالنا. فضروري على أنه حتى وإن كان عندنا شي أشغال مهمة أو غادي للعمل في هذيك الوقيتة فنحاولوا على أنه نديروا الكريم الواقي من أشعة الشمس بالنسبة للبشرة، وأكيد على أنه كاين كريم كذلك واقي من أشعة الشمس خاص يعني خاص بالشعر اللي ممكن أننا ناخده واحد شوية منه ونديروه نوزعوه على الشعر ديالنا كطبقة خارجية يعني على الفوق ديال الشعر باش كنحميوه أو نديروا القبعة. المهم هو أننا نحميو الشعر ديالنا من أشعة الشمس الحارقة لأنه حتى هي كتسبب في ذاك البهتان ديال الشعر، ما كيبقاش فيه الحيوية والنشاط وكيفقد الحيوية ديالو كيف قلنا، وفي نفس الوقت فهو كيبدأ يتساقط وكيبدأ يتقصف، وخاصة بالنسبة للسيدات والفتيات اللي صابغين الشعر ديالهم يتفادوا أنهم يخرجوا في الوقيتة ديال أشعة الشمس، لأنه أشعة الشمس كتفاعل مع هذوك المواد الكيماوية ديال الصبغات ديال الشعر، وبالتالي قد كل نهار خرجنا في هذيك الوقيتة فكينقل هذيك ديك المظهر ديال الصبغة اللي كيكون قوي واللي كيكون باين فكيبدا غادي وكيبهت هذاك اللون. وآخر نصيحة هو أنه نركزوا دائما حتى وان كان خلال الوقيته ديال رمضان ناخذوا من الوقت ديالنا نحاولوا ما نعكزوش ونركزوا على وصفات طبيعيه بسيطه جدا يعني اللي متواجده يعني الخضر والفواكه اللي متواجده في الكوزينه ديالنا ما نفرطوش فيها، نحاولوا على انه الحاجه اللي درناها سواء درنا شلاضه او لا درنا شي سلطه ديال الفواكه وبقاو لنا هذوك البقايا او لا بقاو لنا شي طريفات نحاولوا اننا نحتفظوا بهم، ومن بعد الفطور ومن بعد التراويح ناخذوا من الوقت ديالنا ما نعكزوش على الاقل مره ولا جوج مرات في الأسبوع نعتني بالبشرة ديالنا نعتني بالشعر ديالنا، إما بالمحلول ديال الليمون عصير ديال الليمون غادي غير ناخدو واحد الليمونة وغادي نخلطوها مزيان ونديروها بمساج خفيف على الشعر ديالنا نديروها على الشعر ديالنا كله. الليمون مهم بزاف مناسب لكل أنواع الشعر، واللي عنده شعر دهني ممكن أنه مع الليمون يضيف واحد القطرات ديال عصير ديال الحامض. ناخدو كذلك الدلع هذا هو الموسم ديالو، كذلك البطيخ والأنواع ديالو بالسويهلة بالألوان ديالها كاملة نحاولوا على أنه ناخدو طريفات منها صغيرة ورين
او لهذاك الماء اللي كيبقى، ونحاولوا على اننا نمسحوا به البشره ديالنا ونمسحوا به الشعر ديالنا، فهو مهم بزاف. هذا الاستعمال الا بغينا نقولوا هذا الاستعمال العشوائي اللي عندنا في الدار، سواء مطيشه ولا بطاطا او للخيار او للخس او للكرومب ولا حتى هذه الفواكه، الا خدينا غير واحد طريف منها وطحناها وهذاك المحلول مسحنا به البشره ديالنا وفي نفس الوقت مسحنا به الشعر ديالنا، فكنكونوا كنغذيو الخصلات ديال الشعر في الوقيته ديال الصيام، واكيد مع التغذيه السليمه في الوقيته ديال الفطور حتى للسحور، مع شرب الماء الكافي 8 حتى 10 الكيسان خلال من الفطور حتى وصولا للسحور، فاكيد على انه غادي تكونوا كتعتنيوا بالشعر ديالكم بطريقه صحيحه وبطريقه صحيه. وهذه اهم النصائح، ومازال غادي نواصلوا ان شاء الله دائما فقره التجميل اهم النصائح للعنايه بالشعر ديالنا خلال شهر رمضان الكريم. وهنيئا للمستمعه الوفيه جدا نور الحساني اللي وقع لها الاختيار اليوم انه تجرب مستحضرات العنايه بالشعر مهدات من سانسيلك. قدمت لكم هذه الفقرة من طرف سانسيلك، لمسات الخبراء، الشعر أجمل مع سانسيلك. كتشيل 11 و23 دقيقة على ميد غاديو الإذاعة على قريبة منكم، مرشدة لكم مستمعينا دائما في برنامج لا مولاتي، ومن خلال الفقرات متنوعة كلها إفادة، نتمنى أنها تفيدكم وتنال إعجابكم. غادي نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي. اليوم غادي تشارك معنا حفيدة من مكناس، اختصاصية في الحلويات وفي الطبخ. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حفيدة لاباس عليك؟ لا لا لا، أنا رمضان كريم، بارك الله فيك إن شاء الله يا ربي. امين حنا وانتم والجميع المغاربه داخل وخارج المغرب، كنتمنى لهم رمضان كريم يدخل لهم بالصحه والسعاده ان شاء الله يا ربي. امين ان شاء الله للجميع، وعواشر مباركه ليك ولكل الاسره ديالك فين ما كانت، وكل اوفياء. انا بمكناس النوحي كنوجه لهم يعني عواشر مبروكه، ونتمنى انهم يكونوا على خير ان شاء الله. الله يجازيك بخير، الله يكرمك. حنا في انتظار الاقتراحات من عندك حفيظه، ومرحبا بك، وكنشكرك بزاف على المشاركه ديالك وبزاف ديال يعني تقريبا كل اقتراحات اللي كنتي كتقدمي لنا، والله العظيم الا كتلقى استحسان ديال المستمعات واللي كيطلبوها، وخاصه هذوك العصائر ان شاء الله لقينا شي وقيته نعاودهم، وخاصة دابا مع الوقيته ديال شهر رمضان غادي يبغيو اننا يعني يعاودوا يحضروهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله يكرمك. كنشكر بعدا جميع المستمعات، يعني ما شاء الله عليهم ما قصروش، عطاو كل شيء. وبغيت ما نعاودش نفس الاقتراحات. ايوه واخا، واش كنت نوي بغيت نتوجه للسحور. ايوه واخا، ولا بقى الوقت ان شاء الله عندك واحد الدجاج وفطائر ملتويه وواحد لي باغيتو كواسون عامري. واخا تفضلي. نبداو بواحد ياغورت الشرب. ما غنزربش لان واحد المستمعه البارح قالت النهار مع ناديه من وجده. اييه والله مذكر هذه الملاحظه باش نقولها للمستمعات، انا جمعتنا كاملين حتى انايا كاملين مشاركين، واخا كنعاود جوج ثلاثه المرات ولكن ما فيها باس. يا بغات لينا لاجر في رمضان، بغات لينا لاجر في الصيام. الله يطول لي عمرك. مرحبا تفضلي. عندنا واحد الياغورت للشرب. اييه المقادير، عندنا 10 ديال المعالق كبار الحليب غبره عامرين ومقدبين مزيان. عندنا 10 ديال المعالق كبار عامرين مزيان ديال سنيده. ايه. عندنا واحد فاني، واحد ياغورت فاني او بنان، واحد لتر ديال الماء بارد، واحد لتر ديال الماء غليان مزيان. نعاودوا المقادير يا سمحتي. واخا. عندنا 10 ديال المعالق كبار حليب غبره عامرين ومقببين مزيان. 10 المعالق كبار عامرين ومقببين مزيان حتى هما ديال سنيده. عندنا واحد فاني، واحد ياغورت فاني او بنان. عندنا واحد لتر ماء بارد عادي، واحد لتر ماء غليان مزيان. غنقولوا الطريقه ونذكروا بنفس الوقت المقادير. كناخذوا واحد لتر ديال الماء بارد، وكنزيدو عليه دوك 10 ديال المعالق كبار ديال الحليب غبره عامرين ومقببين. كنزيدو عليهم 10 ديال المعالق كبار ديال سنيده عامرين ومقببين. كنزيدو الفاني وواحد ياغورت فاني، وكنخلطو مزيان في واحد البانيو، وهذا الشيء كامل اللي خلطناه كنديروه في الخلاط الكهربائي. كناخذو واحد الكوكوط كنطفيوها فوق البوطاغي شويه، ما كنسخنوهاش باش ما كتبقاش بارده غير كتدفى. كنحيدوها من فوق النار، وكنزيدو عليها هذا الخليط اللي خلطناه في الخلاط الكهربائي. ومن بعد كنزيدو عليها واحد لتر ديال الماء غليان مزيان،
وكنحركو بمعلقه ديال اما معلقه ديال الحديد او مغرفه ديال الحديد ماشي ديال الخشب، كنأكد على ديال الحديد. هكذاك ايه من بعد كنغلقوا الكوكوط. هاد الكوكوط كنسدوها كنديروها في وسط بلاستيكه، من بعد كنديروا ملايه. ماما كيسلم عليك ولدي، يسمعني بزاف. سلم عليه بزاف والله يوفقه ان شاء الله وعواشر مباركه لي. الله يطول عمرك. كنزيدوا عليها، كنديروها في بلاستيكه كنديروا عليها ملايه وكنخليوها تبات ليله كامله. وفي الغد كنديروها في زليفات اولا في واحد العلبه، كل ما بغينا منها كنجبدوا منها. ايه هذا ياغورت للسحور، الطريقه ديالو سهله ويعني وعطيتينا المقادير والطريقه مضبوطه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يطول عمرك. وهذا الياغورت الا بغينا نبدلوه مره يمكن كناخذوا منه واحد الكميه وكنطحنوا معها الفخيز او لافوكا او البنان كلش كيجينا بالمذاق مختلف. واخا نعطيك عاوتاني واحد الياغورت كيعطينا 5 لتر. ايه تفضلي. عندنا 400 غرام ديال الحليب غبره، واحد كيلو سنيده، واحد فاني، واحد ياغورت فاني، جوج لترو ديال الماء بارد، و 3 لترو ديال الماء بارد وحده اخرى. عندنا 400 غرام ديال الحليب غبره، واحد كيلو سنيده، واحد فاني، واحد ياغورت فاني، جوج لترو ديال الماء بارد و 3 لترو ديال الماء بارد وحده اخرى. الطريقه كناخذوا جوج لترو ديال الماء اللي عندنا بارد كنديروا فيه كيلو ديال سنيده او كيلو لارب، يعني كل سيده وشنو بغات. هاد كيلو كيجي تيجي مزيان بحال على حسب الماء اللي عندنا 5 لتر، يعني كيجي مزيان. جات السيده حلوه مره اخرى هاد جوج لتر ديال الماء مع هاد كيلو ديال سنيده كنديروهم فوق النار وحنا كنحركو حتى تذوب لينا السنيده. ايه كنخليو هاد الخليط جانبا. كناخذوا 3 لتر ديال الماء بارد الاخرى اللي عندنا، كنزيدوا عليها الحليب غبره، كنزيدوا الياغورت، كنزيدوا الفاني وكنخلطوهم مزيان، وعاد كنزيدوا عليهم الماء اللي عندنا اللي طاب فيه سنيده، كنزيدوا على هذا الخليط وكنحركوا. نضيفوا الخليط الاول ديال الماء والسنيده. اييه وكنمرروهم. الا شفت السيده انهم ما بقاش محبب كتخليها هكاك، شفتو محبب كتمرروا في الخلاط الكهربائي. وهذا الخليط كنديروه في بيدو ديال 5 لتر، كنغطيوه بميكا عاود ملايه وكنخليوه 24 ساعة خارج الثلاجة، ومن بعد كندخلوه للثلاجة. نفس المبدا، بغات تغير السيدة في المذاقات تعرفيني كنطحنوا، كنجبد واحد يطرو كنطحن معاه الفريز، كنجبد يطرو اخر كنطحن معاه لافوكا، يطرو اخر بنان، وكيبقى السيدة عندها يعني دياغوت طبيعيين ومتنوعين في المذاق. واخا نعطيك واحد الرايب ديال المحلبات، لان السيده واخا كديرو كيقول تقول لك ما كيجينيش خاطر، كيجيش بحال ديال اييه واخا. نعطيك الخاطر السر ديالو في الختوريه هي واحد الخماره. واخا عندنا واحد لترو ديال الحليب عادي، واحد فاني، سنيده حسب الذوق، 5 المعالق ستة السيده اللي بغات. هادشي كله كنديروه يفيض فوق النار حتى يفيض بحال غيفيض لنا الحليب. من بعد هذا الخليط كنخليوه يدفى. كناخذوا واحد ياغورت فاني وكنحلوه بشويه ديال الحليب داك الدافي اللي عندنا، وكنزيدوا عليه واحد الخماره ديال الحلوه وكنحركوه مزيان، وعاد كنزيدوهم على الخليط الاول اللي عندنا دافي. هذيك الخماره هي اللي كتعقد لنا داك الرايب. من بعد كنديروه في كويسات ولا في زليفات، وكنحطوه في واحد القزيره ديال الحلوه هكا محطوطين، وكنغطيوهم بصينيه هي الاول. ضروري بهذه الفكره كنديروا الصينيه هي الاولى، وعاد كنديروا لهم ملايه ميكا اولا وملايه، وكندخلوهم 6 ساعات مغطيين حتى تدوز 6 ساعات، عاد كنديروهم في الثلاجه. يعني نخليهم عاديين غير مغطيين وحتى 6 ساعات عاد ندخلهم في الثلاجه. تعاودي لاله سنه ولا واخا الفكره. ايه دابا قلتي لنا اترو ديال الحليب عادي مع ساشي واحد ديال الفاني ومع السنيده على حسب الذوق 5 حتى 6 معالق ديال سنيده، وقلتي هادو بثلاثه غادي نفيضهم فوق العافيه حتى كيفيض مزيان، بحال غادي يفيض يعني حتى يدفى الخليط مزيان ياك؟ لا يفيض يفيض. واخا يفيض مزيان من حتى يفيض. اييه نخليوه يدفى، نخليوه يدفى شويه. يدفى هكذاك يعني نطفيو العافيه ونخليوه يدفى هذاك الخليط الاول، ونمشيو ناخذ واحد ياغورت فاني نحلوه شويه بهذاك الحليب دافي.
ملي تحل شويه نضيفوا ليه خماره واحده ديال الحلوه، نحركوا مزيان عاد نضيفوا داك الخليط الاول ونديرهم في الكؤوس ديال التقديم، وكيف قلتينا بنفس الطريقه يعني يتغطى مزيان بلاستيكا ونغطيو بصينيه وبلاستيكا والملايه ونخليو 6 ساعات عاد ديك الساعه نبردو في الثلاجه. ما شاء الله عليك، الله يطول عمرك، بارك الله فيك. نعطيك واحد الدجاج بعد، يعني دابا ما كنقدوش على المرقه ولا شي حاجه، نعطيك واحد الدجاج بصح. عندنا واحد الدجاجه فيها كيلو ونص حتى لجوج كيلو مقطع اطراف، معلقه كبيره حتى لجوج معالق ديال الموطارد، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، واحد طانون مسوس. إلا ما كانش داني نمسوس نديرو علبة ديال 200 غرام ديال كخيم فخيش. عندنا لا شابلور الكافي، وعندنا معالق كبار ديال الزبدة. واخا نعاودو المقادير، عندنا واحد الدجاجة ديال كيلو أونص حتى لجوج كيلو أطراف، جوج معالق كبار ديال الموطاخ، الميل الكافي، إبزار، علبة ديال 200 غرام ديال الكريم فريش، ولا ما لقات السيدة هاد العلبة كتدير غير واحد طانون يا ياغورت مسوس. عندنا واحد البيضة، وعندنا واحد الكمية ديال لاشابلور، جوج معالق كبار ديال الزبدة، إما تكون ممتازة إما تكون ديال العلب. كنخلطو الدجاجة بهاد الخليط وكنخليوها ضروري تبات فيه، و لاكلي لاكلي كنقطعو هاد القطع ديال الدجاج اللي ترقدات في هاد الخليط وكنمرروها كلها في لاشابلور. من بعد كناخدو ديك اللاطه ديال الفرن او اللاطه ديال الدجاج وكنصبو فيها ديك الصلصه الباقيه ديال لاصوص، وكنسفو القطع ديال الدجاج وكنرشو بطريفات ديال الزبده وكندخلوه للفرن. بغات السيده تنوع نديرو في خبز محمص والبيض ياك؟ لا، البيض مع الدجاج مع المطارد والملحه هكذاك. واخا حضرناه مع المطارد مع الملحه مع البزار، تيبقى لنا غير لاشابلور. لاشابلور كنقبطو دوك القطع ديال الدجاج وكنمرروهم في لاشابلور وكنحطوهم جانبا، في الصلصه اللي بقات لنا في الاناء كنصبوها في ديك اللاطه وعاد كنصفو فوق منها دوك القطع ديال الدجاج مع طريفات الزبده. وكنديروا طريفات الزبده. هذه الفكره الاولى، البنات كيبغيو ديك البطاطا الصغيره دابا غتدخل، كاينه ديك البطاطا الصغيره كنقطوها كنسقوها مع شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، ما تهراش غير تدخل فيها طياب. نقشروها نحطوها من غنحيدو دوك القطع ديال الدجاج ونديروهم في لاشابور، كتبقى لنا ديك الصلصه البيضاء. هذيك الصلصه كندوزو فيها دوك البطاطا وكنحطوهم حتى هما وكندخلو كلشي للفران، كتجي زوينه بزاف. بغات السيده ترش بالفرماج ترش بالفرماج الا بغات تكون مره. كانوا الوليدات يبغوا الفرماج. واخا نعطيك الصحه. نعطيك واحد الخضر يعني ما كناكلوهمش بزاف، ندخلوهم في هذه الفتاة المستويه. عندنا نص كيلو ديال الطحين ممتاز، خميره معجونه حسب الطقس يعني معلقه صغيره في هذا الوقت، واحد الخماره، جوج معالق كبار ديال الزبده مذوبه، شويه ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال الخل، معلقة كبيرة ديال الزيت، هادشي كله كنخلطوه بالماء دافي. عندنا في هاد الفطائر نص كيلو ديال الطحين ممتاز، معلقة صغيرة ديال الخميرة معجونة، واحد خمارة، جوج معالق كبار ديال الزبدة مذوبة، شوية ديال الملحة، جوج معالق كبار ديال الخل، معلقة كبيرة ديال الزيت، هادشي كله كنخلطوه بالماء دافي. هاد العجينة كنخليوها ترتاح شوية، كنديرو منها كويرات صغار، كندهنوهم بالزيت، كنغطيوهم، كنخليوهم يرتاحو. ندوزو للحشو. الحشو عندنا جوج بصلات مشلضين، كنشحروهم مع شوية ديال الزيت، واحد جزارة محكوكة، واحد طرف ديال المكور محكوك، واحد قريعة محكوكة خضراء، ملح، إبزار، هادشي كله كنشحروه. من بعد كنزيدو شوية ديال صدر ديال الدجاج يكون مقطع قطع صغيرة، أو بيبي، أو كفتة، أو كبدة. أنا شخصيا كنديرهم بالكبدة كيجيو زوينين. اللي ما بغاتش الكبدة يعني عندها، اللي ما عندهاش كاع دير غير هاد الخضيرات، راه ما تيبانش مع الفرماج، ما كيبانوش للدراري شنو لداخل. واخا
ملي كيتشحروا كنزيدوا في الاخر كنزيدوا معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك ومعلقه صغيره ديال زرع القزبر وكنخلطوا كلشي وكنطفيو النار. وخارج النار كنزيد واحد الكميه ديال الفرماج موزاريلا محكوك، وإلا ما كانش موزاريلا كنقطعوا غير دوك الفرماج مثلث وكنقطعوا قطع صغيرين وراه كيذوب في وسط الحشوه وربع كنقبطوا هاد الحشوه كنخليوها تبرد كنرجعوا لدوك الكويرات اللي طلقوا كنسرحوهم مزيان تكون رقيقه وكنديروا هاد الحشوه في الراس وكنتنيو عليها الطرف ديال العجين وكنسدو مزيان وعاد كنبقاو نكملوا الطيه ديالنا بحال غنديروا بودان. هذاك البودان كنحلوا له شويه الجوانب بالراس اليمين والراس ديال الشمال كنجبدوه شي شويه وكنبقاو ندورو على شكل حلزوني. والطيه الاخرانيه كنديروها من التحت وكنحطوهم في اللاطه. ايه واخا كندهنوهم المره الاولى واحد الخليط ديال الدهن، هاد الخليط ديال الدهن هو اللي كيدهنوا به صحاب المخبزات كتلقاي واحد لاكولور دو غير في دوك لي كرواسون وفي اي حاجه ديال الدهن هذا هو اللي كندهن به. عندنا اصفر بيضه معلقه كبيره ديال الحليب سائل عادي معلقه كبيره ديال الحليب غبره واحد 16 ديال القهوه سريعه الذوبان معلقه صغيره ديال سنيده. هادشي كله كنخلطوه بشويه ديال الماء ولا الخل ما يكونش جاري وما يكونش قاصح انا كندير الخل. كنخلطوا هاد المسائل وكندهنوا بها دوك الفطائر اللي عندنا كنخليهم يخمروا المره الاولى ما يخمروش بزاف لان الوقت دابا سخون. من بعد عاوتاني كنعيدوا الدهن ديالهم وكننوعوا هادي كندردر عليها شويه ديال الزنجلان ما محمرش هادي باللوز ايفيلي كيجيب اللوز ايفيلي زوين داك اللوز ايفيلي ملي كيتحمر كيعطي واحد المذاق عاود شويه بالبافو وبصحه والله الا بقى الا بقى نعطيك واحد الباديطات ولا نقدم تحيه واخا نقدموا التحيه لانه ما بقاش لنا الوقت وتبارك الله عليك الله حفيظه الله يكرمك يا ربي غير نوجدوا معك هاد الاقتراحات اللي عطيتينا اليوم ان شاء الله انا في الخدمه الله يكرمك لي لي خصك. كنتمنى كما قلت لجميع المغاربه يعني رمضان مبارك سعيد للزوج ديالي وعائلتي والام ديالي الحاجه الزمراني وجميع الاخوات ديالي وكنشكر بزاف المستمعات الكريمات اللي يعني ما كيدخلوش عليا بالاتصالات ديالهم وكتبت اصدقاء بزاف وجدد من خلال ميد راديو كنشكرك بزاف ولالا شرفة عائشة السعيدي نزهة من طنطان وكنتمنى يعني الصحة الجيدة لنجاة من هرهورة وجميع جميع المستمعات ونحط سعيد لجميع المستفيدات ديالي واللي خداو الدبلوم كنتمنى لهم مسيرة موفقة إن شاء الله. وكنتمنى في هذا النهار العظيم لجميع المغاربة يدعوا للرحمة الهند اللي ما سخيناش بها والموت ديالها خلف واحد الجرح كبير وفراغ في الحياة ديالنا والشفاء العاجل يعني الشفاء لان حالته مسكينه ما كتقدرش الشفاء ان شاء الله والله يجدد رحمات عليه هذه العواشر ان شاء الله كلهم يدعيوا معنا وبالرحمه لجميع اموات ام سيدنا محمد وشكرا لاله سناء. العفو هذا واجب. شكرا لك بزاف حفيظه من مكناس اختصاصيه في الطبخ والحلويات نتمنى انكم تكونوا سجلتوا معنا هذه الاقتراحات. كل مستمعات الا بغيتوا تعاودوا تسمعوا بالنسبه لهذه الاقتراحات وكل الشهوات اللي قدمت لنا حفيظه اختصاصيه في الطبخ والحلويات مكناس فغدا ان شاء الله غادي تلقاوها في الموقع لاله مولاتي .ma. يكفي انكم تدخلوا للموقع lalamulati.ma فكل المستمعات اللي هما مسجلين من قبل في الفوروم في المنتدى فبنفس السميه بنفس المودباس دخلوا بنفس يعني هاد السميه والمودباس دخلوا فيه حتى الموقع lalamulati وغادي تلقاو تسجيلات بالكامل لكل الاقتراحات والشيوات اللي لقات استحسانكم غادي تلقاوها مسجله يعني بالصوت ممكن انكم تسمعوها وتعاودوا تسجلوها واكيد ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نعاودوا نزلوا هاد الشيوات بال طريقة وبالمقادير يعني في شيوات أو لالا مولاتي ولا في حداكت المستمعات يعني من بين الفقرات اللي كاينه في لالا في الموقع الإلكترو في الموقع ديال الانترنت ديال لالا مولاتي .ma. داشو 48 دقيقة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم مازال لقاء مازال تواصل كيجمعنا بكم مستمعينا وتحية خاصة جدا لكل مستمعينا الأوفياء اللي كيسمعنا عبر الانترنت وكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي كتسمعنا عبر الانترنت على www.medradio.ma. نتمنى أنكم تكونوا على خير وعواشر مباركة ورمضان كريم على الجميع أوفياءنا على ميد راديو. غادي نمشيو مباشرة عند نزهة من طنطان اختصاصية في الطبخ والحلويات اللي غادي
تشارك معنا مشكورة جدا خلال أسبوع بالكامل يعني من اليوم من 2 حتى اليوم الخميس بإذن الله، أكيد على أنه شيوات متنوعة خاصة بشهر رمضان الكريم. ومن بعده غادي نمشي ونستقبل مكالمتكم الهاتفية ونتعرفوا على حدكتكم كذلك من مختلف مدننا وأقاليمنا المغربية، واللي مرحبا بها دائما. غادي نمشي عند نزهة. صباح الخير نزهة. صباح الخير سناء، كيصبحتي لاباس عليك؟ الحمد لله، رمضان كريم. الله يبارك فيك، دوزتي النهار الاول رمضان كلشي مزيان؟ الحمد لله، بارك الحمد لله فيك. الحمد لله، الصحه والسلامه يا ربي. امين، بارك الله فيك وكل طاقم برنامج لاله مولاتي. الله يخليك، شكرا. وسامحه وكل صديقات ديالي في البرنامج والمغاربه كلهم داخل وخارج الوطن، تحيه لهم كبيره. لا لا اختك، راك عزيزة على الناس، عرفتي كنلقى في الفيسبوك ولا كتكوني مثلا يلا شاركتي معنا بشي جوج ثلاثه الاسابيع وكيقولك فين نزهة من طنطا، انا بغيناها تعاود تشارك معنا. قلت لهم انا غادي نعطيوها اسبوع بالكامل ان شاء الله. بارك الله فيك، مرحبا بك. بارك الله فيك اختي، وتبارك الله على الاخت حفيظه متمجده لسيده الرايب، عطاتو تبارك الله على حقه وطريقه يعني بلا ما نعطي الرايب. واخا واخا، الا عندك شي اقتراحات اخرين ولا بغيتي تعاودي لنا يمكن حتى مشكل. لا لا، يعني هذا الاسبوع هذا ان شاء الله غادي ننوع بين المالح والحلو ومثلجات. واخ ان شاء الله. اول مالح عندنا، عندنا واحد الشنيك بالزيتون والفلفله الحمراء. واخا بالنسبه للعجينه، وما غنزربوش ان شاء الله على قولتي باش نتنا. الحمد لله، بعدا راح نلتزمنا ب نمشيو على كلامها بشويه ان شاء الله. عندنا نص كيلو ديال الفور، 500 غرام ديال الفور صفريه، غادي نديرو نص كيلو ديال الفور وخماره وحده ديال الحلوه ونص معلقة صغيرة ديال الملحة، واحد الفرماجة مثلثة، ومعلقة كبيرة ديال الحليب غبرة، وجوج معالق كبار ديال زيت العود، ومعلقة صغيرة ديال الزبدة، وواحد البيضة كاملة بصفرها والبيض ديالها، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة. ونجمعوا هذا الخليط، هاد العناصر كلها غادي نديروها في طاقه واحده، يعني نص كيلو ديال الفور وخماره واحده ديال الحلوه ونص معلقه صغيره ديال الملحه وفرمجه واحده مثلثه ومعلقه كبيره ديال الحليب غبره وجوج معالق كبار ديال زيت العود ومعلقه صغيره ديال الزبده وبيضه واحده ومعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه. غادي نجمعوا هاد العناصر كلها بالماء دافي، غادي تكون العجينه ما تكونش قاسحه وما تكونش مطلوقه يعني بحال المسمن. واخا وندلكوها مزيان يعني شي 10 دقائق ولا حنا كندلكو فيها. واخا ومن بعد غادي نقطعوا هاد العجينه على 6 ديال الكويرات متساويين، 6 ديال الكويرات متساويين، نديروهم في واحد البلاطو ونغطيوهم بميكا ونخليوهم غير 10 دقائق يرتاحوا، يعني ما غاديش نخليوهم يخمروا المره الاولى، يعني غير يرتاحوا هاد 6 الكويرات. غادي نذوبوا 200 غرام ديال الزبده مارغرين، ما غاديش نوصلوا رابعه، يعني رابعه ناقص واحد المعلقه كبيره. 200 غرام ديال الزبده مارغرين غادي نذوبوها في كاسرونه ونحطوا وحدنا مع واحد الشيته. هاد الكويرات غادي يكونوا ارتاحوا، غادي ناخذوا واحد الكويره وحده نرشوا طاوله بولار الخانه بالطحين ونسرحوها بالمدلك. هاد الكويره غادي حنا كنسرحوها ونحاولوا نسرحوها اما مربع اما مستطيل، وماشي ضروري تكون رقيقه ولا، يعني راه من بعد غادي نعاودو ندلكوها. نسرحوها بالمدلك ونهزو هذا المربع ونديروه فوق البلاطو. اييه هذا البلاطو يكون كيدخل لينا الثلاجه، وفوق هذا المربع ولا المستطيل غادي نديرو جوج معالق كبار من الزبده اللي ذوبنا. اييه بالشيته هكا ندهنوه هكاك، وغادي نسرحوهم مزيان على وجه هذاك المربع. نسرحو الكويره الثانيه بنفس الحجم ديال الاولى ونديروها فوق هذيك الاولى، وفوق منها جوج معالق كبار ديال الزبده مذوبه ونوزعوها على المربع ونبقاو هكذاك حتى نساليو الكويرات. دوك ست الكويرات كاملين وحده فوق وحده مدهونين بالزبده مزيان. أيه. يعني الوحده الاخيره سته الكويرات سته ما غاديش ندهن الزبده فوق منها. اييه واخا، يعني غادي يكونوا عندنا طبقات. ندخلوا لهاد البلاطو للثلاجه على ما تجمد لينا هذيك الزبده واحد ربع ساعه، ومن بعد عاد غادي نخرجوها ونستعملوها. فهاد الوقت هذا غادي نحضروا، ملي غادي نديروها في الثلاجه غادي نحضروا صلصه البيشاميل. في قصرونه نديرو جوج معالق كبار ديال الزبده قياس 80 غرام وجوج معالق كبار ديال الفورص او قياس 80 غرام، يعني القياس ديال الزبده القياس ديالو ديال الطحين فورص، ونخلطوهم فوق النار معلقه ديال العود، وحنا كنخلطوا هذيك الزبده والطحين حتى كيعطينا واحد اللون صفر. من بعد غادي نحيدوا هذيك الكاسرونه من فوق النار، نحيدوها ونزيدوا نص سيترو ديال الحليب بارد، نص سيترو ديال الحليب بارد،
ونعاودوا نخلطوا مزيان، راه كيبين لينا بان ديك الزبده تكورات هي والطحين، ولكن ملي غادي نرجعوها فوق النار غادي تندمج مع الحليب. من بعد غادي نعاودوا نرجعوها المره الثانيه ونبقاو نخلطوا، حنا كنحركوا مزيان وهذاك الحليب والزبده والطحين كيندمج بيناتهم. غادي من بعد غادي يختار واحد 5 دقائق وحنا كنحركوا، غادي يختار لينا مزيان وتكون عندنا واحد الصلصه شويه عاقده. غادي نطفيو عليها النار، نزيدوا الملحه، شويه ديال البزار، واحد شويه ضماد البنه اختياريه، يعني غير ربع ضماد البنه، وثلاثه ديال الفرماجات مربعين. حتى كنطفيو النار عاد كنزيدوا الملحه والبزار وطريف ديال ضماد البنه وثلاثه ديال الفرماجات مربعين، غادي نمعكوهم مزيان هاد الفرماجات وسط الصلصه حتى كتداخل مع بعضها كتعطينا كريمه. على جهه اخرى غادي تكون عندنا، يعني غنكونوا محضرين 4 ديال الفلفلات حمرين، لان الفلفله كتشد شويه ديال الطياب، 4 ديال الفلفلات حمرين مقطعين مربعات صغار ومشحرين مع معلقه كبيره ديال الزبده والملحه والبزار، تخليهم فوق النار حتى تبان لينا هذيك الفلفله، يعني واحد ربع ساعه حتى نص ساعه حنا كنشحروا في هذه الفلفله، يعني ها صوص بشاميل موجوده و 4 ديال الفلفلات مشحره مع الزبده والملحه والبزار، ويكون عندنا نص ربعه ديال الزيتون الاسود مقطع رقيق، وعلى جهه اخرى نص ربعه ديال الزيتون الخضر مقطع حتى هو رقيق، و100 غرام ديال الفرماج الاحمر محكوك بالحكاكه رقيق. يعني هادو هما العناصر اللي خصهم يكونوا عندنا. قبل ما غادي نجبدوا هذيك العجينه من الثلاجه خاص يكون حدانا صلصه البيشاميل اللي حضرنا والفلفله الحمراء مشحره والزيتون الاسود والزيتون الاخضر والفرماج محكوك، هادو خصهم يكونوا حدانا. من بعد عاد غادي ناخذوا هذيك العجينه اللي درنا ونرشوا طحين ونسرحوها مزيان، يعني دوك الطبقات اللي درنا ديال العجينه غادي نسرحوهم حتى تولي رقيقه، راه تقريبا كتجي بحال العجين المورق. يعني هذوك الطبقات بحال العجين المورق بيناتهم الزبده، غادي تكون رقيقه واحد شويه، غتعطينا واحد المربع كبير او مستطيل كبير. غادي ندهنوا الوجه ديالو بصلصه البيشاميل اللي حضرنا، ونرشوا الفرماج الاحمر محكوك، ونوزعوا الفلفله غير بيدينا هكذا كنرشوها من الفوق، الفلفله الحمراء وفوق منها الزيتون الاسود والزيتون الاخضر باش غادي تعطينا بحال هذوك لي فروي كونفي، يعني بحال اللي درنا حلو. ومن بعد غادي نبقاو نلويو من الراس ديال من الاسفل ديال المربع، وحنا ماشيين كنلوي كنلوي حتى كنساليو العجين. هذاك القنت ديال العجينه غادي نحاولوا ما نكونوش وصلنا ليه صلصه البيشاميل، باش غادي نديرو اما البيض باش يلصق لينا اما الماء باش غادي تلصق لينا. من بعد غادي نقطعو، ما غاديش نقطعو بالموس، اللي قطعنا الموس غادي تخرج لينا الحشوه، غادي نقطعو بالخيط، يعني انا غنحاول نحط الطريقه واخا باش تبان مزيان. غادي نديرو الخيط من تحت هذاك الحربال اللي حصلنا عليه من الوي، وغادي تحزمي من الفوق وانت كتغيري الحزمه، وهذاك الخيط كيقطع هذاك الدائره الرافعه حتى كنحصلوا على واحد الشنيك دائري. غادي نحطوه في طاوه مدهونه وانت كنسالي وكنبعدوا بيناتهم لان غادي تخمر. من بعد غادي نشدوا واحد صفار بيضه مخلط مع معلقه كبيره ديال الحليب وشويه ديال الملحه، وندهنوا بهم هذا الشنيك ونخليهم حتى كيخمروا. ومن بعد كنخليهم كيدخلوهم الفران سخون من قبل وناقص، وكنطيبوهم حتى كيذهب اللون ديالهم، يعني كيجيو رائع لا في المذاق ولا في المنظر. اييه والطريقه ديالهم سهله ومزيان، عطيتينا هذه الطريقه ديال هاد العجينه هكا بهذا الشكل هكا طبقات بالزبده، ممكن يعني نديروا منها بزاف د الحويجات هكا مملحات. اييه انا كندير بها كرواسه حلوه، يعني عوض الملحه كندير سنيده، يعني نفسها تقريبا نفس الطريقه كنحضر بها الشنيك ولي شوسون وكل شيء تقريبا. اييه حتى حشوه مختلفه، يعني صلصه البيشاميل مع الفلفله اكيد غتجي لذيذه. الله يعطيك الصحه. انا غنحط ان شاء الله الصوره ديالها اليوم ان شاء الله. غادي نمشيو للموس او شوكولا واخا بارد، في كاسرونه غادي نديرو رابعه ديال الشوكولات الاسود، رابعه ديال الشوكولات الاسود، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، و60 غرام ديال الزبده، معلقه كبيره تقريبا ديال الزبده، وغادي نديروهم فوق كاسرونه اخرى فيها الماء وندوبوهم على طريقه حمام مريم حتى كيذوب لينا هذاك الشوكولات والزبده والكاكاو. نخليوهم على جهه، وفي اناء غادي ندير ربعه ديال الصفار البيض، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي قياس 60 غرام، وجوج ساشي ديال قهوه سريعه في الذوبان ولا جوج معالق صغار مذوبين في معلقه كبيره ديال الماء، ربعه ديال الصفار البيض
معلقة كبيرة ديال السكر كلاصي أو 60 غرام، وجوج صاشي ديال القهوة سريعة الذوبان أو جوج معلق صغار مذوبين في معلقة كبيرة ديال الماء. غادي نضربوهم بالضراب الكهربائي 5 دقائق تقريبا، وغادي نزيدوهم على هذاك الشكلاط اللي ذوبناه وحيدناه من على النار. إما الشكلاط غتزيديه على البيض، إما هذاك البيض غتزيديه على الشكلاط، يعني السيدة عندها الاختيار. غنزيدو على داك الربعة الشكلاط اللي ذوبنا مع معلقة الكاكاو 60 غرام الزبدة، غنخليوها على جهة. هادوك 4 ديال البيض البيض اللي بقى لينا من الصفار غادي نضربوهم مع شوية الملحة حتى يولي لينا بحال الثلج. ونزيدوهم على هذا الخليط اللي درنا الاول مع الشكلاط ومع الصفار البيض، ونخلطو غير بضراب يداوي من الفوق حتى لتحت غير بشويه باش ما يتهرسيناش هذا الموس. ونديرهم في الكويسات. اذا غادي نرجعوا دائما مع نزهه من طنطان اختصاصيه في طبخ الحلويات مشكوره اللي كنا كتقدم لنا موس يعني وشوكولا. تفضلي نزهه. غادي نعاود الى اي الا سمحتي. واخا اي باش قلنا غنديروا ربع ديال الشكلاط الاسود في كاسرونه ومعلقه كبيره ديال الكاكاو 60 غرام ديال الزبده قياس معلقه كبيره، ونديروهم كيذوبوا على طريقه حمام مريم حتى كيذوب الشكلاط، وغادي نحيدو ونخليوه على زيغ. من بعد في اناء اخر غادي نديروا 4 ديال صفار البيض ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي او 60 غرام وجوج صاشي ديال القهوه سريعه الذوبان مذوبه في واحد معلقه كبيره ديال الماء ولا جوج معالق اللي غادي يذوب لينا هذه القهوه. وغادي نخلطوهم بضراب كهربائي نضربوهم مزيان 5 دقائق، يعني ما غاديش يطلع لينا هذا الصفار غير على ما يندمج السكر مع الصفار. ونزيدوهم على الشكلاط ولا الشكلاط غنزيدوهم على هذا الصفار البيض ونخلطو. في جهه اخرى غادي ناخذوا هذوك 4 ديال البيض البيض مع شويه ديال الملحه ونضربوهم بالضراب الكهربائي حتى يولي لهم بحال الثلج، ونبقاو نضيفو ما غاديش نضيفوه في دقه واحده، يعني على جوج ولا ثلاثه المراحل غادي نديرو غير واحد شويه من هذاك بيض البيض بحال الثلج ونبقى نخلطو بشويه ونضيفو الثاني والثالث، يعني ثلاثه ولا جوج المراحل نخلطو غير بشويه ونديروهم في كيسان ونديروهم في المجمد 6 ديال الساعات تقريبا 6 الفوق يعني 6 8، والكيسان يكونوا شويه قاصحين على حساب المجمد 6 ديال الساعات. ومن بعد غادي نذوقوهم باللوز إيفيلي محمر ولا شكلاط شعريه اسود ولا البسطه محكوكه، المهم الزين كيبقى على حساب لمسه اي امراه، وكيجي رائع يعني ما كيجيش هو كلاص عاقد بزاف وما كيجيش جاري يعني بحال الرغوه. ايه فعلا وبنين بهذاك اللوغو ديال الشوكولا. يلاه يعطيك الصحه تبارك الله عليك. صحه وراحه. ونختم بغرير. ايه تفضلي. يعني طلبات كثير على بغرير ما كيصدق لهمش بزاف السيدات، نحاول نعطي الطريقه وان شاء الله راه غادي يصدق لهم. ان اول حاجه ما غاديش يخلطوا مباشره في الخلاط، يعني راه غالطين السيدات كيديروا السميده الفورس مباشره في الكاس ديال الخلاط. يعني راه ملي كيديروا هكاك مباشره وكيطحنوا راه السميده تخيوط. خاصها تخلط في اناء. ولا في شي بانيو صغير. شي بانيو صغير واخا. عندنا جوج كيسان ديال العنبه الكبير، العنبه الكبير. السميده رقيقه. ندير فوق منها كاس ديال الفورس وجوج خمارات ديال الحلوه وشويه ديال الملحه ومعلقه كبيره خميره معجونه، جوج كيسان ديال السميده رقيقه قياس العلبه الكبير، كاس ديال الفورس، جوج خمارات ديال الحلوه، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه. وغادي نخلطوا 3 الكيسان ديال الماء ديال العنبه الماء دافي حتى الاربعه، يعني 3 ديال الكيسان كنديرهم هما الاولين، وهذاك الكاس الرابع كيبقى حسيات على حسب السميده واش كتشرب ولا لا. مره كندير 4 الكيسان، مره 3.5، المهم كل مره واش كندير، يعني الكاس ديال العلبه. وغادي نخلطوا غير بيدينا، عاد نديروه في الخلاط الكهربائي ونخلطوه مزيان واحد 5 دقائق وحنا كنخلطوه. وغادي ناخذ واحد الاناء قبل ما غادي نفرغوا هذا الخليط في اناء، غيكون عندنا هذاك الاناء ما فيهش الماء، ونديروا نص خميره ديال الحلوه في هذاك الاناء، غادي نصبقوه هو الاول. وملي غادي نخلطوا هاد السميده والفورس في الخلاط الكهربائي غادي نفرغوه مباشره فوق هاد الخميره اللي واجدين. يعني بلا دوك الجوج الاولين اللي طحنا معاهم، ياك مفهوم اختي؟ اي مفهوم. يعني عندنا تما غادي يكون جوج خميره تونس، جوج خلطناهم في الاول ونص خميره وجدناها في الاناء. ومن بعد غادي نخلطوا غير بشويه الضراب ديال السلك على ما كيتماجد لينا هاد نص خميره، ونخليوها 5 دقائق، يعني ما كيخمرش هاد بغرير 5 دقائق. كنبداو كنطيبوا
مباشره في المقله بلا ما كنبردوها بلا والو مباشره، يعني كيجي بغرير تبارك الله يعني مخرج بحال شي سهده. اييه يعني نتمنى السيدات يجربوه ويردوا عليا اخبار. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. تبارك الله عليك نزهه من طنطا الاختصاصيه في الطبخ والحلويات. شكرا لك بزاف على كل هذه الاقتراحات، ومازال غتواصل معنا اسبوع بالكامل باذن الله والمزيد من الاقتراحات خاصه بشهر رمضان الكريم. اذا مستمعينا لقاءنا بكم مازال مستمر لحظات، غادي نعملوا فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، واللي مرحبا بها دائما على 0522 46 72 50 51 52 او 0523 00 09. ورجعنا لكم مستمعينا 12 10 ديال الدقائق على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. لقاءنا بكم مازال مستمر من خلال فقرات متنوعه في برنامج لامولاتي، وغادي نمشي مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، واللي مرحبا بها دائما على 0522 46 72 51 52 او 0522 43 00 09. بالنسبه للمستمعات اللي عاد اتصلوا بالستوندار كيسولوا على الحلقات المسجله بالنسبه ديال حفيظه اختصاصيه في الطبخ والحلويات مكناس ولا ديال نزهه من طنطان، فان شاء الله غدا باذن الله يعني ابتداء من غدا غادي تلقاو كل التسجيلات. يعني كاين دابا التسجيلات ديال عائشه السعيدي وكثير من المستمعات في الموقع ديال لامولاتي.ma، وغدا غادي تلقاو هاد التسجيلات اللي كنا قدمنا اليوم واللي فيهم هاد الاقتراحات المميزه جدا اللي قدموا لنا الاختصاصيات في الطبخ والحلويات. وتقريبا غادي تلقاو اهم المشاركات ديال كل المستمعات اللي شاركوا معنا واللي غادي يشاركوا معنا باذن الله، غادي تلقاوها مسجله اللي ممكن ان كم تعاودوا تسمعوا التسجيل وتسجلوا غير بشويه عليكم يعني المقادير والطريقه. فيكفي انكم تدخلوا عبر الانترنت على www.lalamulati.ma وتسجلوا في الموقع واللي مسجل قبل في المنتدى. هذا توا كذلك سؤال اللي كيسولنا بزاف اللي ديجا مسجل في المنتدى في الفوروم ديال لامولاتي، فبنفس السميه بنفس المودباس دخلوا مباشره للموقع ديال لامولاتي وتعرفوا على اهم الاقتراحات، وغتلقاو فيديوهات مسجله يعني بالاقتراحات ديال المستمعات وكذلك حتى كل ما كيخص برنامج سيدتي وسادتي. ناخذ ايمان من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك دايره لاباس؟ الحمد لله الله يبارك فيك ايمان. مرحبا. مبروك عواشرك اختي. بارك الله فيك عواشر مبروكة لك. أول مرة أنا ديال ولينا الشرف مع هاد العواشر نتعرفوا عليك أكثر. مرحبا بك لالا إيمان. مبروك عواشرك والله يدخل عليكم الصحة والسلامة على جميع المستمعات. يا ربي آمين. تفضل إيمان. أيه؟ عندي واحد المشكل في وجهي، عندي المسام مشلولين بزاف. أيه واخا. وما بغيتش يوصل لي، يعني جربت بزاف ديال التشويج واخا بحال شنو جربتي باش نهار الخميس ان شاء الله ملي تكون معنا حوريه مثلا شنو جربتي؟ المشا. أيه؟ المشا والمورد. والمورد واخا. البشره ديالك اش من نوع؟ دهنيه؟ انا دهنيه. وسمراء. واخا وبغيت شي حاجه سمحي لي. ما كاين حتى شي مشكل. تفتح لي واخا الا سمحت ايمان واحد جوج نصائح ريتما انه نستشروا مع خبيره التجميل حوريه. دابا هاد الوقيته ديال فرمدان خدي غير ماطيشه ومسحي بها الوجه ديالك واخا ماطيشه، وخدي بياض بيضه بلديه غير البياض ديالو، راح حتى هو كيسد دوك المسامات ديال البشره. بياض بيضه بلديه غديري غير ماسك، ولكن حاولي انك ما تهضري ما والو، ديري هذاك الماسك لانه هو كيجبد الوجه لانه كيحيد من دوك التراه ولا دوك التجاعيد، وفي نفس الوقت كيبدا يسد دوك المسام. خدي غير بياض بيضه بلديه وخلطيها مزيان وديريها بشي تاع الوجه ديالك واسترخي واحد 10 ديال الدقائق يعني ما تهضري مع حتى شي واحد باش ما يتهرسش لك هذاك الماسك اللي درتي واخا. وعاد ديك الساعه مسحي بالماورد، ولقيتها اللي تكوني كتوجدي شلاضه خدي شويه ديال الماطيشه ومسحي بها الوجه ديالك، ماشي ذريعه ماشي الماء، هذاك شويه ديال الماء مع هذيك ماطيشه معكي هكا شويه ومسحي بها الوجه ديالك، حتى هي راه هي مزيانه بزاف. ريتما انه ان شاء الله نستشروا مع خبيره التجميل حوريه واخا. ان شاء الله. صباحك مبروك ايمان. اييه تفضلي. مرحبا. عندي مسمن بمعمر. اييه واخا. عندي كيلو ديال الفورص. اييه. وخماره. شويه ديال الملح. واخا. صافي كيتعجن. اييه. كنعجنو ونخليوه. عندي كناخدو. إيه؟ عندي الفشوه كناخدو
يعني القياس اللي موجود كناخذوا الكفته كناخذوا بصله بعدا نشطروها نلفوا عليها هذيك الكفته ونلفوا عليها يعني جوج فلفلات الالوان خضراء حمراء اللي كان صافي كنشحروا داك الشيء كنسرحوا دوك المسمنات الو للاسف انقطع الخط بايمان مشكوره قدمت لنا هذا المسمن معمر على الاقل عطاتنا يعني الطريقه ديال العجين وكذلك بالنسبه للحشوه راه كتبقى على حسب اختيار كل مستمعه كاين اللي كيعمروا بكريش كاين بالخليع كاين بالكفته يعني كاين بالدجاج بصدوره ديال الدجاج وكيف ما عطاتنا بالنسبه للحشوه بصله مشحره في شويه ديال الزيت مع الكفته ملي كتنزل البصله كنعاودوا نشحروا الكفته ومن بعد كنضيفوا العطريه وكنضيفوا حتى الفلافل الالوان مقطعين طريفات صغار ونعمروا بهم هذه الحشوه ديال مسمن معمر. تحيتنا الايمان واكيد غادي نجاوبوا على التساؤل ديالها رفقه خبيره الشعر والتجميل حوريه شويه خليك تكون حاضره معنا كل يوم خميس. ناخذوا شيماء الذهبي. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام شيماء الذهبي مقيمه بالامارات ياك؟ نعم مرحبا بك. مرحبا عاد كتب اننا نتواصلوا مباشره يعني كان تكلموا غير في الفيسبوك وفي الواتساب. مرحبا بك معنا اليوم شيماء. الله يبارك فيك. راك في زياره هنايا المغرب العائله؟ ايوا انا الحمد لله حاليا في المغرب بلادنا العزيزه. احسن عطله هي اللي غادي تدوزي ان شاء الله وخاصه مع رمضان كتبغي يعني جموع العائله وداك الجو الرمضاني يكون في المغرب بصح ان شاء الله. واخا مرحبا بك شيماء. اشنو غتقدمي للمستمعات اللي غتعرفوا عليك اياك اليوم؟ غادي نقدم لكم ثلاثه ديال انواع الملاحات. واخا بريوات بالقمرون والجرجير والسمبوسه الخليجيه. والوصفه الثالثه هي بسطلات صغار بالبروفيت والفطر على شكل ورده كيجيو. إذن مازال مواصلين مع شيماء الذهبي مقيمة بالإمارات واللي مرحبا بها في أي وقت وبالمشاركة ديالها. نبدأ بالبريوات بالقيمرونياك والجرجير. أيه ألو كنحتاجو في المقادير واحد نص كيلو الكروفيت ربطة ديال الجرجير شعرية صينية أيه تفضلي جوج معالق كبار ديال المعدنوس ملحة نص معلقة صغيرة ديال البزار ايه تفضلي نص معلقة صغيرة ديال التحميرة راس معلقة صغيرة ديال الكمون وشوية ديال السودانية شوية ديال الحار ايه احتاجوا بهارات صينية ايه يعني حتى هي راك توابل صينية ايه طرية صينية اها معلقة صغيرة ديال صوص سوجا ونص معلقه صغيره ديال الزعتره زيتون مقطع وورقه ديال البسطيله واخا هادو هما المقادير دونك ندوزو للطريقه تفضلي شيماء. اوكي اول حاجه غادي نسلقوا الكروفيت في الماء المملح ونص حامضه باش كتحيد ديك الزفره ديالو داك الجهد ديالو فوالا كناخذوا مقله غنديروا فيها جوج معالق ديال الزيت النباتي نضيفو معدنوس مفروم والكروفيت ونضيفو التوابل ديالنا كاملة الملحة البزار التحميرة الكمون السودانية والبهارات الصينية أيه نشحرو كلشي ونخليه يطيب أيه هاد الحشوة كاملة تشحر مزيان وطيب نخليوها طيب نسدو عليها طيب واحد الكروفيت دغيا كيطيب يعني واحد دقايق هكا كيكون طاب واجد لينا. من بعد غادي نضيفو الجرجير اللي غسلناه وقطعناه مقرد رقيق بحال معدنوس اي ماشي رقيق بزاف شويه بحال شكل لي زيبينار اللي كنقطعوهم واخا فوالا غادي نضيفو الجرجير ونضيفو جوج معالق ديال السوجا هي اللي بقات لنا في الاخر من بعد كنكونو حنا رطبنا ديجا الشعريه الصينيه في شويه الماء سخون وصفيناها وقطعناها غادي نضيفوها للحشوه ديالنا ديال الكروفيت والجرجير من بعد غادي نضيفو الزيتون مقطع ونرشو بالزعتره من الفوق غادي نخلطو الحشوه كامله مزيان باش النكهات تنتج مع بعضياتها ومن بعد نعمرو البريوات ديالنا سواء بغيناهم نديروهم ديسيغار ولا بريوات ديك الساعه كيبقى اختيار فعلا ايه
اذا دونك هذه الفصل الاولى ساليناها. اييه بريوات بالقمرون والجرجير، عطاك الصحه اللي دخلتي فيه الجرجير لانه ما كناكلوش بزاف وهو صحي. صح مزيان البشره ولا كيطول الشعر. اييه كاين اللي بعض الاخوات كيتسائلوا ما كيعرفوش الجرجير سميتو بالمغربيه، فهو سميتو بالمغربي، انا درت بحث عليه لقيت سميتو هو الروكا او لا التيره. تيره تيره ولا الروكا حنا واخا كاع. اييه اييه وكاينين اللي كيبيعوا باسم الجرجير، يعني اييه هادشي اللي كاين. تقولي لهم الجرجير اللي ما عرفوش تقول لهم اما الروكا ولا التيره. اييه هو كيتباع الناس اللي كيبيعوا النعناع والمعنوس والقزبر وديك التيميجه. أيه. ومعطرشه كاع داك القوام ديال هذا. أيه. كيكون عنده الجرجير، هو من الافضل يكون تركي في معطيتينا حسن من اللي كيكون مكرم في داكشي ديال الاعشاب. واخا ناخذ الاقتراح الثاني، قلتينا سامبوسك ياك السامبوسه الخليجيه. اييه واخا غادي نحتاجو كيلو ديال الكفته، ملحه، راس معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال البزار معلقه صغيره، معدنوس مفروم واحد ثلاثه المعالق كبار، نحتاجو راس ديال الثومه وحده راس صغير، وغنحتاجو البهارات العربيه حتى هي كتتباع في قريعه بحال بحال البهارات الصينيه، نحتاجو زيت نباتيه، غنحتاجو بصلة كبيرة مقطعة مشلدة. إييه وغنحتاجو الصنوبر. إييه يعني الصنوبر باش نشرح للمستمعات، هو صنوبر داير بحال شكل لوز حتى هو ولا كيتباع في المغرب كاين. أيه. موجود متوفر هو بيض وطويل شوية. إييه أوكي أوكي ندوزو الطريقة. إييه واخا في المقلة غادي نديرو البصلة مع الزيت ومع التومة، نشحروها مزيان، من بعد نضيفو ليها الكفتة اللي تبلناها بالبهارات اللي هي الملح والكمون والبزار والبهارات العربية، ونزيدو المعدنوس ونخلي كل شيء طيب، نشحروها ونخلي كل شيء طيب مزيان. ملي غتكون الكفتة كطيب حنا غناخدو الصنوبر غادي نحمصوه في مقلة. اييه بحال شكل اللي كنحمصو اللوز ولا كاوكاو، نحمصوه مزيان، ومن بعد ملي يطيب كل شيء غادي نضيفو الخليط ديال الكفتة ونخلطو. ولا نخلطو نخليه واحد 4 دقائق غير باش تنتج المكعبات. ايه واخا فوالا، من بعد صافي غادي نلويو البريوات ديالنا عاديين ونقليهم في الزيت. واخا هذه الوصفه الثانيه. أيه. كانت نمشيو لبسطلات قلتي لنا ياك. ايه هما بسطلات صغار، واخا الطريقه ديال اللف ديالهم هي على شكل ورده. أيه. كتشاف الصور، ولكن انا غنحاول نبسط لكم. واخا دونك غادي نحتاجو جوج بصلات مشلدات. اييه وعلبة ديال الفطر معلب. وكروزات واحد قرابة كيلو. وربعة ديال الجبن المكعب لشكل مكعبات، شعرية صينية، معدنوس جوج معالق كبار، كمون راس معلقة، ملح وبزار نصف معلقة صغيرة، وتحميرة نصف معلقة صغيرة، ونحتاجو العطرية ديال الحوت. ايه كتباع عند العطار موجوده. ونحتاجو زيت الزيتون. ايه وراق البسطيله، هذيك البسطيله الصغيره ماشي بسطيله كبيره. اوكي ندوزو الطريقه. ايه تفضلي. اول حاجه غادي نسلقو الكروفيت ديالنا في الماء المملح ونص حامضه، من بعد غادي نشحرو البصله في الزيت والملح والبزار، يعني نرشوهم عليها، غادي نضيفو الكروفيت اللي سلقناه ونضيفو التوابل اللي هي كمون والملح والبزار والتحميرة والعطرية ديال الحوت. غادي نشحرو كل شيء مزيان ونضيفو الفطر المعلب. غادي نخلطو الحشوة ونغطيو عليها الطيب مدة 7 دقائق. ملي طيب الحشوة غادي نضيفو الجبن المكعب 4 ونحركو كل شيء مزيان. من بعد حنا غنكونو وجدنا ديجا الشعريه الصينيه مرطبه ومقطعه، غادي نخلطو كلشي وناخدو الورقه ديال البسطيله، غادي نحطو الحشوه ديالنا في الوسط. وغادي نجمعو الجوانب كامله للفوق بحال شكل كميميسه. من بعد ملي غنجمعو الجوانب للفوق غنحاولو ندوروهم باش كنسدو على الحشوه. أيه. باش ما تخرجش فعلا. فوالا ملي غادي ندوروهم غادي نهبطوا الجوانب كامله لتحت ونخشيوها من تحت البسطيله باش تشد. اييه نلمطوها الوسط ديال البسطيله من تحت. اييه باش كتعطينا شكل ورده وريضه. صافي من بعد ندهنوها باصفر بيضه ومعلقه صغيره ديال الخل. اييه وندخلوهم الفران ديالنا وبالصحه والراحه.
الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك شيماء. كنشكرك بزاف. مشكور على هذا الاقتراح. شكرا. ربي يخليك. لا سمحتي بغيت نقدم واحد التحيه. اييه مرحبا. كنقدم تحيه اول حاجه للام ديالي والاب ديالي وعائله الذهبي بسلا عائله الملاتي، وما ننساش العائله ديال الزوج ديالي عائله الحسيني في مكناس. وكنبغي نشكر كاع المتتبعين ديال لاله مولاتي ومتتبعين ديالي في الصفحه ديالي على الفيسبوك اللي كيساعدوني وشحال هادي حتى هما كيطلبوا مني باش نشارك معاكم. اييه اييه اخيرا لبيت لهم الطلب ديالهم هذا بفضلكم وفضل التعاون ديالكم بفضل الله. يبارك فيك العف. ربي يخليك. واخر تحيه بغيت نقدم تحيه ديال الجروب بيل بوغ سون ماري اللي غيكمل العام ديالو ان شاء الله في هذا رمضان هذا، وكنقول لهم كل عام وانتم حادقات ومغربيات منورات. بارك الله فيك شيماء، وانت وحده منا. شكرا لك بزاف شيماء الذهبي على تواصلكم على المشاركه ديالك، ونتمنوا لك عطله ممتعه ان شاء الله مع العائله والحباب الله يحفظهم لك. وتحياتنا لكل الاسره ديالك فين ما كان، سواء في سلا ولا في مكناس ولا راسهم الوالدين ديالك. نتمنوا لهم الصحه والعافيه، ونتمنوا لهم عواشر مباركه بالصحه والسلامه. غادي نواصلوا باقي المكالمات. معنا عائشه من الدار البيضاء. الو الو الو. إذا نقطع الخط بعائشة من الدار البيضاء، ناخذ مكالمة أخرى. نبقاو دائما مع أوفي أنا بالدار البيضاء. ألو 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 مالك، لاباس عليك؟ كدايرة؟ لاباس عليك الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. تحية ليك لطاقم ميد غاديو. بارك الله فيك. والمستمعات مبروك عليكم هذا الشهر، الله يدخل لكم الصحة والهنا وطولة العمر الأمة الإسلامية إن شاء الله. الله يبارك فيك. كاين شي رياضة في رمضان مالكة؟ لا ما قدرش نمشي. هو غسل. شوفي هو قول لهم في رمضان تسالوا لي غير السلام. إن شاء الله ما نسلمش عليهم دابا. حتى المرة رمضان. إيوا عندي شي اقتراحات. بعد المستمع يطلبوا مني البيتزا اللي كنقول شحال هذه هي وكيكه مالحه. ودابا غنعطيك واحد البريوش هو الاول ان شاء الله. اي ان شاء الله. وكنتمنى المستمعات يجربوا، راه مزيان زوين. عندنا اربعة الكيسان ديال الدقيق، كاسون ديال الحليب. اي ما غاديش نزرب حتى انايا. اي واخا. ندير شويه بشويه. اربعة الكيسان تاع الدقيق. كاسون ديال الحليب. 60 غرام ديال الزبدة، ثلاثة المعالق كبار ديال السنيدة، معلقة ديال الملح، وبيضة، وصفر بيضة، ومعلقة ديال الخميرة ديال الدار. نعود المقادير. أربعة الكيسان ديال الدقيق، كاسون ديال الحليب، 60 غرام ديال الزبدة، ثلاثة المعالق ديال السنيدة، نص معلقة ديال الملح، وبيضة، صفر بيضة، معلقة ديال الخميرة. كنجمع هاد المقادير كلها تتجمع لينا لاباط، كتكون شوية ما تكونش قاصحة، وكنديروها في واحد البلاستيكة باش ترتاح. إييه. كنجبدو العجين ديالنا، كنسرحوها بالمدلك، كنديروها على شكل مستطيل. إييه. كندهلوها بالكونفيتير. وكنديرو الزبيب، وكندير الفواكه الجافة اللي عندنا. وكنبداو نلويوها على شكل سيجار. اييه. ومن بعد كنلويوها ثاني ملي كنديروها على شكل سيجار كنلويوها على شكل بحال محنشه. اييه. وصلت الفكره. اييه شكل حلزون. حلزون كنلوي ديك العجين كلها وكندهنو المول ديالنا وكنحطوها. الا كانت شويه غليظه كنضربوها شويه بيدينا ونخليوها ترتاح. اييه. تخمر. ملي كتخمر ندهنوها بالبيض. وكنرشو عليها ثاني شويه ديال لوز ايفيري من الفوق. وكندخلوها للفران وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. بريوس ساهل وخفيف. طريقه ما فيهاش بزاف المقادير. ما فيهاش مقادير. مكونات قليله. غنعطيك البيتزا اللي كندوز شحال هذه. اييه واخا. لان كان عليها طلبات بزاف. اييه وذوق ديالها دابا هكا. كانوا بزاف كيبغيوها. اييه واخا. قبل ما نبداو نعجنوا لاباط كناخذوا موتزاريلا كنديروها في كونجيلا. باش كتقبض في راسها. اييه. من بعد كنجبدوها كنحكوها في واحد كنحكوها في الحكاكه رقيقه. وكنخليوها كندوزو لاباط فيها 400 غرام ديال الدقيق، 140 غرام ديال السميده رقيقه، و 8 معالق كبار ديال الزيت البلديه، 2 معالق كبار ديال السنيده، و 2 معالق ديال الخميره تاع الدار. هاد الخميره كتعطيتها بشويه في ايام البرد. دابا نقصو شويه الخميره باش ما تجيش ثاني لاباط محلوله. وكناخذو الحليب دافي كنعجنو به العجين. نعود المقادير. 400 غرام ديال الدقيق، 140 غرام ديال السميده الرقيقه، 8 معالق كبار ديال الزيت البلديه، و2 معالق كبار ديال السنيده، والخميره تاع الدار،
والحليبه في كل عجينه كنعجنوا لا بات ديالنا مزيان حتى كدلك مزيان كتكون رطبه ملي كنديروا الحليب مزيان تقريبا هذا الحليب اللي عطيت كافي للعجينه ايه كناخذوا الموتزاريلا كنبداو نرشوا بها العجينه كندخلوها في لا بات ماشي كلها غير واحد لا كونتيتي كندخلوا عليها وكنبداو نعجنوا حتى كندلكوها معايا مزيان وكناخذوا الكوكو ديالنا ولا شي سوبيرون نديروها فيها ونسدوا عليها تخمر ايه حتى كترتاح ملي كترتاح كنهزوا نجبدوا العجينه ديالنا كنعجنوها نحيدوا منها داك الهواء ديالها ونقسموها على جوج راه كتعطي جوج خبزات كبار دوك اللاطا ديال الفران ديال الضو كتعطي جوج اييه المهم كنشدوا لاباط كنسرحوها بالمدلك وكنرشوا بالموتزاريلا كندخلوها في لاباط باش كتدخل ثاني في العجينه كنقرصوا لاباط ديالنا وكنثقبوها بالفرشيط وملي كنبغيو نديروا لاصوص ديالنا لاصوص بلونس ولا لاصوص ديال الطوماط كنديروا ثاني الموتزاريلا هي الاولى اييه عاد كنديروا لاصوص ديالنا وكنديروا الطون والسيدات كلهم كيعرفوا باش يعمروا البيتزا ديالهم وبالصحه والراحه هاد لاباط راه كتجي رائعه غادي نعطيك الكيكه المالحه اييه الكيكه المالحه اييه لان زوينه حتى هي فيها قبل ما نبداو لاباط كنشحروا واحد البصله كنديروها في المقله مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار كنشلضوها مزيان تكون شويه رقيقه وكنخليوها حتى كتنزل وكناخذوا فلفله حتى هي كنديروا لها نفس الطريقه كنقطعوها صغير وكنشحروها بالزيت وشويه ديال الملح شويه ديال البزار وكنخليوها تبرد كندوزوا لاباط عندنا خمسه المعالق كبار ديال الحليب غبره اييه عندنا بيضه كاسونس ديال الماء نص كاس ديال الزيت معلقه ديال السديده ومعلقه صغيره ديال الملح وواحد الخماره وشويه ديال خميره تاع الدار وجوج كيسان تقريبا ديال الدقيق نعاود المقادير اييه الله يجزيك بخير خمسه المعالق كبار ديال الحليب غبره بيضه كاسونس ديال الماء نص كاس ديال الزيت معلقه ديال السنيده معلقه صغيره ديال الملح وخماره وشويه الخميره تاع الدار وجوج كيسان ديال دقيق الفورص كنخلطوا هاد المقادير ديال العجينه وكناخذوا ديك الفلفله والبصله اللي شلضنا وطيبنا حتى كتكون بارده كنزيدوها في العجينه وكنزيدوا واحد الحك ديال الطون اييه كنخلطوا هاد المقادير كلهم وكناخذوا داك المول اللي يكون كيكون متقب من الوسط لان هاد المقادير ما كتعطيش حاجه كبيره اييه كنجيب هذاك المول الصغير كندهنوا المول ديالنا بالزيت كنرشوا الدقيق وكنخو هاد الخليط ديال الكيكه اييه وكناخذوا الفرماج الحمر كنحكوه في الحكاكه شويه غليظه وكنخويه عليها من الفوق وكندخلوها للفران وبالصحه والراحه الله يعطيك الصحه هادو كلهم هادو كلهم اقتراحات مميزين بالنسبه يعني للفطور بالنسبه لاقتراحاتها أيه. كنوعوا في المائده الرمضانيه ان شاء الله واحد التحيه أيه. على راس العين تفضلي كنسلم على زوج ديال ابراهيم ووليداتي والصديقات ديالي في لاسا ما غاديش ننساهم اييه كنضحكوا عليا عزيزين عليا بزاف وكنسلم على العائله ديالي واختي في كندا كنقول لها الله يجيبك على خير وخويا في بلجيكا وعائله ايت يوسف عائله براغان عيت وراز والطاقم الاذاعي ديال ميد غاديو وكنتمنى لكم ان شاء الله الصحه والهنا وطول العمر في هذا الشهر المبارك لينا وليكم شكرا لك بزاف لاله مليكه على تواصلك معنا مشكور على هذه الاقتراحات اللي قدمتي لنا وبالنسبه للفائزين اللي ربحوا معنا في المسابقه فقره النصائح الخاصه بالاطفال فكانوا جوج الفائزين رجال محظوظين هنيئا لعمر الشرقاوي من دار بوعزه وكذلك عبد الواحد الشفيقي بسيدي رحال فهنيئا ربحتوا قسيمه تيشيره بقيمه 2000 درهم لكل واحد فيكم فهنيئا مره اخرى لعمر الشرقاوي من دار بوعزه وعبد الواحد الشفيقي من سيدي رحال فبالنسبه لفقره النصائح الخاصة بالأطفال الحلقات ديالها انتهى والمسابقة كذلك انتهت نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من كل النصائح يعني النفسية والطبية والغذائية اللي قدموا لنا المختصين سواء طبيبة نفسية ليندا راشدي ولا أسماء أثري والأخصائية التغذية ولا الدكتور مصيف خليل طبيب الأطفال نتمنى تكونوا استفدتوا معنا من كل هذه النصائح وهنيئا لكل الفائزين اللي كانوا ربحوا معنا طيلة هذه الفقرة وأكيد على أنه إن شاء الله مازال المسابقات تجد
جداد تكونوا فيها رابحين، وكل المستمعات والمستمعين اللي كيسولوا على الجوائز ديالهم بالنسبة لهاد المسابقة. فدابا ملي انتهت هادو آخر جوج فائزين اللي ربحوا معنا خلال هاد الموسم، عاد غادي نبداو يعني بالاستلام الجوائز ديالهم. يعني جات في الوقيتة ديال رمضان مع الحاجية ديال رمضان، قاسمة شراء ب 2000 درهم. فبالصحة والراحة للجميع اللي فازوا معنا. نشوف 46 دقيقة على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم، مازال معنا شوية ديال الوقت لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. نعاودوا نكملوا أهم الاقتراحات والشهوات. غادي ناخذوا أنس الفرقاني من الدار البيضاء. ألو 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 أنس، لاباس عليك؟ ألو، السلام عليكم أختي. عليكم السلام ورحمة الله، كيف صبحتي على خير؟ عواش مبروكة. الله يبارك فيك عندنا وعليك الصحة والعافية وكاع المستمعات كلهم. الله يبارك فيك. التقني اللي معكم ومستقبلات مكالمات. لا لا أختك أنس، تفضلي. عندي بيتزا بالكاشير والمايس. أييه. واحد غراتان بالبر وبطاطا. وإلا بقى الوقت نعطيو السيكار بلي الشوم. واخا إن شاء الله. إن شاء الله. نبداو بالبيتزا. أييه بالكاشير والمايس. الحين درتها كنت درتها شحال هذي ودرتها. أييه نعاود نذكروا بها. جاتها زوينة. عجبتها مشيتو. الوغ العجينه كنحتاجوا ليها 300 غرام ديال الدقيق، 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون، نص معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، شويه ديال البزار، شويه الكوزه محكوكه، شي شويه ديال الزعتر، والماء يكون دافي باش غادي نجمعوا هذا الخليط باش نجمعوا العجينه. اي كنديروا الدقيق والمكونات كلها، الدقيق والزيت والملح، المهم المكونات كلها كنديروها كنجمعوها بالماء شويه بشويه حتى كنحصلوا العجينه متماسكه. وهكا كنديروها نغطيوها ببلاستيك غذائي ونخليوها تخمر واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه هكذاك. من بعد كنشدو كنعاود نسرحوها بالمدلك ونديروها في المول فاش غندير ديال البيتزا ولا هذا، ونتقبوها نتكوها بالشوكه ونخليوها تنوجدوا الحشوه. الوغ الحشوه كنحتاجوا جوج بيضات يكونوا كبار، واحد العلبه ديال المايس الذره، شويه ديال الزيت، شويه ديال الكاشير يكون مقطع قطع صغيره مكعبات صغيره، كاس صغير ديال الحليب، اللي بغاش يدير الحليب يدير القشده الطريه، اللي بغا مخفف يدير الحليب، اللي بغا شويه يكون هذا يدير القشده الطريه، شويه الملح وشويه البزار. الوغ من بعد كنكونوا ديجا وجدنا العجينه مسبقا، مثلا دوك الكاشير اللي حنا مقطعينو قطع صغيره كنديروه في مقله ونحمرو في داك الشيء شويه الزيت ونحركو هكا تيتبدلي طيب شويه، نحمرو غير شويه في الزيت شي شويه ديال الزيت. من بعد كناخذوا داك المايس كنطحنوا النص ديال، كنكون مصفيو مزيان كنطحنوا النص ديال ديك الكميه ديال المذره كنطحنوها، النص الاخر كنخليوها هكذاك. كنضربوا البيضات مزيان، نزيدو عليهم شويه البزار ونزيدو الحليب والملح ونزيد الذره اللي مطحونه والاخرى اللي بقات حبوها هكاك حبيبات، نخلطو مزيان صافي. وكنخويو هاد الخليط في العجينه حنا ديجا درناه في القالب ديال البيتزا، ونرشوه ديك الكاشير اللي مقطع مكعبات وندخلوه للفران حتى كنطيب. كتجي بيتزا بكاشير وبالذره كتجي زوينه. إيه حشوه مختلفه صراحه يعني مع داك المايس. ايوه مختلفه. عطيتها عيطوا لي جوج الناس ثلاثه اللي داروها عجبتهم بزاف. الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. الوغ غراتان بالبرو، غراتان بالبرو وبطاطا، هي كنحتاجوا فيه نص كيلو ديال البرو ونص كيلو ديال البطاطا وواحد خمسه معالق كبار ديال القشده الطريه ولا علبه كاع من الاحسن. ديك العلبه اللي كتكون ثقيله هي العقده. العقده هي 100 شويه الملح، شويه البزار، وشويه الفرماج محكوك اللي غنديروا نزينوا به في الاخر. كنقطعوا داك البرو دوائر، نغسلو مزيان نقطعوا دوائر، بطاطا حتى نقطعوها دوائر ونسلقوهم في شويه الماء مع شويه الملح حتى نحسوا بهم طابوا شويه، ما بقاوش هاد الطابو نصفيهم نخليهم تيتسقطروا مزيان. من بعد كنشدو القشده الطريه تكون عقده كنخلطوها مزيان مع الفرماج محكوك وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار، نخلطوهم مزيان. الفرماج ماشي غنزينو غنديرو غنخلطوه مع القشده الطريه، نخلطوهم مزيان صافي. من بعد كندهنو واحد المول ديال داك القالب ديال الكغاتا بالزبده، نديرو فيه الدوائر ديال البرو مع ديال البطاطا ونسكنهم بهذا الخليط وندخلهم الفران حتى كيطيبو، كيجي كغاتا خفيف وزوين. اييه سهل وخفيف بالبرو والبطاطا. أيه بالبرو كيجي تنسمع حيت البرو عنده واحد النكهه. اييه فعلا. الوغ سيجار بريوات قلتي لنا سيجار. اييه بليشو بليشو سوسيس ولا كفته اللي بغا كل واحد اللي بغا. واخا. الوغ كنحتاج ورقه البصيله طبعا، كنحتاج 250 غرام ديال لي شو،
250 غرام ديال اما الكفته اما السوسيس واحد على حسب اللي بغى، معلقه كبيره ديال الخل، واحد البصله مشلده، معلقه كبيره ديال السوجه صلصه السوجه، معلقه كبيره ديال الزبده، قبيصه ديال السكر وشويه ديال الملح وشويه الدقيق مخلوط مع الماء باش غادي نلصقوا لي سيغار. والاما اللي كيقرا يقليها، اللي كيديرها انا شخصيا كنديرهم في الفران، ما كنديرهمش كنديرهمش في الفران. سيتو دابا مع رمضان صراحه الفران من احسن الفران. انتوما كيجيو محمرين كيجيو كيجيو محمرين ورقه دابا كيوقع ولا كيجيو كيوقع زوينه هي. الو كنقطعوا داك لي شو، نقطعهم قطع صغيره، نتكتكوا قطع صغيره مزيان ونسلقوهم في المغليان مع هما مع في الماء مع شويه الملح واحد 15 دقيقه هكا ونخليهم على جنب. من بعد كان في مقله كندوبوا الزبده نشحروا فيها البصله وداك لي شو والسوجه وشويه الملح ونزيدو معاهم داك الخل وديك القبيصه ديال السكر ونحركوهم نخليهم حتى تهبط البصله هي وداك الكروم كوم ديجا راه طحين سلقناها شويه. من بعد كنزيدو لهم يا اما الكفته يا اما السوسيس. انا كنت درت كثر هي درت السوسيس، السوسيس كنحيد ليه ديك الجلده اللي فيه كنخويه منها، هذيك الكفته اللي كتكون لداخل ديك العطريه فيهم كنحيدها كتبقى بحال كيولي بحال شكل الكفته مي بنكهه ديال السوسيس بيان سور. صافي نخلطوا كلشي مزيان ونحركم حتى تدخل تنسجم ديك الكفته مع داك المكونات الاخرى، نخليهم حتى يبردوا شويه باش نقدروا نديرهم فوق القايبه يبردوا بصفه كاع حقيقه مزيان. صافي وكنديرهم الطريقه ديال السيجار معروفه، كنلويهم بطريقه السيجار وكندخلوهم نديرهم في الطاوه ندهنهم شي شويه الزبده ولا بلاش كاع ونخليهم حتى وكان يتحمروا ونقدموهم بالصحه والراحه في الفطور ولا. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، مشكوره على هاد الملاحات اللي قدمتي لنا اليوم اون الفرقاني، دائما كتنوعي لنا في الاقتراحات وشكرا لك بزاف، واكيد ان شاء الله نتمنى يقبط لك الخط مرات ومرات باش نزيدوا ناخذوا اقتراحات من عندك. وكل المستمعات اللي كانوا معنا للاسف معنا سعاد من تيزنيت وسهام من الرباط، ولكن انا عارفه عندهم بزاف الاقتراحات وللاسف ما يمكنناش ناخذوا هاد المكالمات، ف ان شاء الله نسقوا معاهم في الاسابيع المقبله يشاركوا معنا باقتراحات مميزه جدا. اذا كنشكر كل المستمعات والمستمعين الاوفياء على حسن متابعة البرنامج اللامولاتي، نتمنى أنكم تكونوا كاستفدوا من خلال فقراتنا ومن خلال الشيوات اللي كنقترحوا عليكم الخاصة بشهر رمضان الكريم. عواشر مباركة لجميع المستمعات والمستمعين وصيام مقبول إن شاء الله بالمزيد من الأجر للجميع. لكم تحيات كل من صابر فوندا في الإخراج البرمجة الموسيقية سميحة عشوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. صباح الخير عليكم برنامج لالا مولاتي ويا لالا مولاتي ويا لالا مولاتي الحد قاعد فيكم وصفاتكم في دونا ويا لالا مولاتي ويا لالا مولاتي شيوات مغربية وصفات جميلية ونصائح منزلية والصحة منتهية راديو قريبه منكم نتواصلوا معاكم يا لاله.